كان السيد الرئيس، السيد الوزير، السيد المدير العام، السيد الكاتب العام، السادة القطور، السيدات المحترمات، السيدات والسادة النواب المحترمين، الجميع يعلم أن ساكنة العالم القروي طورت عبر التاريخ أساليب وتقنيات لضمان تزود بالماء الصالح للشرب، منها حفر الآبار والعيون والضفائر، بالإضافة طبعا إلى أنها طورت كذلك تقنيات وسلوكات لأجل اقتصاد ديال الماء، وهذا هو اللي ضمن لها أولا أنها تكون في هذاك العالم القروي، تبقى في هذا العالم القروي قبل 2094، قبل 1994 ملي بدا البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. هاد التقنيات وهاد الأساليب وهاد التجهيزات المائية اللي كانت في العالم القروي تلتمسوا من الحكومة، من السيدة الوزيرة وكذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أن يعتبرها تراثا مائيا ديال البلاد، ليس من أجل أنه نديره في متحف، ولكن من أجل الاحتفاظ به والاحتفاظ على سلامته وصيانته، بحيث أن هذه التجهيزات هي اللي تكون البديل، وهي اللي تكون طوق النجاة في حالة انقطاع الماء الصالح للشرب على واحد العدد ديال المناطق، واحد العدد ديال الضواوير. وحنا عشنا في تجارب متعددة في مختلف المناطق بإقليم تيزنيت، لما تكون هناك طوارئ وينقطع الماء الصالح للشرب يلتجئ المواطنين إلى تلك الضفائر ويلتجئ إلى تلك الآبار، ولولا محافظته عليها وصيانتها لكانت ربما الكارثة. ولهذا فأريد أن أبدأ بهذا الموضوع لإثارة الانتباه إلى أن هذا الموروث وهذا الرصيد يجب أن لا نفرط فيه، وأن يكون موضوع واحد الدراسة واحد الاهتمام، لأنه في نهاية المطاف أبان عن جدواه، لأنه كما قلت ضمن استقرار ساكنة بالعالم القروي قبل 1994. ولهذا الناس كاينين في العالم القروي بفضل هذه التجهيزات أولا. الآن والمستوى ديال تزويد العالم القروي قد بلغ ما بلغه بفضل المجهودات ديال الجميع، سواء الحكومات السابقة ولا السيدة الوزيرة الآن اللي مستمرة ومشمرة على درايها في هذا المجال، وكذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. استطعنا في ظرف من 2011 وصلنا 92%، وفي 2014 وصلنا 94%، بمعنى أنه نربح خلال كل سنة نقطة، وهي مهمة ومهمة جدا، على اعتبار أن هذه 1% اللي تنحققها هي في المجالات التي تتطلب استثمارات أكبر. الفضل كذلك يرجع في هذه العملية هذه إلى إشراك المجتمع المدني. المجتمع المدني يعتبر دعامة أساسية في تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وبما في ذلك الربط الفردي. بفضل هذا المجتمع المدني وشراكاته مع مختلف المتدخلين، المكتب الوطني، الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الكثير من المشاريع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تذهب في اتجاه تمكين هذه الجمعيات من إحداث أنظمة محلية على مستوى الدوار لتزويد الساكنة بالربط الفردي، ولإرساء واحد النظام ديال التدبير وديال التسيير. وهذه المسألة هذه طبعا تكون إيجابية وفعالة لما تكون واحد نوع من المواكبة، غير أنه تبقى مسؤولية ويجب أن ننبه إليها. مسؤولية الوزارة حاضرة، كذلك حاضرة مسؤولية الجماعة والمكتب الوطني في ضمان جودة المياه الموزعة، لأن هذه المياه هذه توزع وفق شبكات. المكتب الوطني يقول بأن هذه الشبكات هذه غير تابعة ليه، فهي فعلا تابعة للجمعية وتابعة ربما للجماعة، ولكن مسؤولية ضمان السلامة للمواطنين بحصولهم على مياه جيدة وصالحة للشرب تبقى كيف ما كان الحال مسؤولية ديال الدولة. طارت انتباهي كذلك الموضوع ديال الأحياء المحيطة بالمجالات الحضرية اللي كانت إلى عهد قريب تابعة لمجالات قروية وبقيت بدون ذلك. مع الأسف تدار مجهودات من أجل
حتى من طرف الجماعات المحلية بتجهيز هذه الأحياء بالماء الصالح للشرب، ولكن عند الربط الفردي نجد المواطنين يجد المواطنون أنفسهم أمام عقبة ديال أداء ما يسمى بالتاكس ريفرين، واللي تجي خاصة منذ بداية 2014 لما تضاعفت أضعافا مضاعفة، أصبحت حاجزا حقيقيا للتغلب على التزود في هذا الماء الصالح للشرب. وبالتالي فهنا ملتمس للوزارة وملتمس كذلك للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أنه يلقاو شي صيغة لتخفيف من هذا التاكس ريفرين، خاصة وأن التجهيزات أنجزت على حساب الجماعات أو أنجزت في إطار برامج، وأن ماشي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي أنجز تلك التجهيزات. وهنا أعطي مثال مثلا في مدينة تيزنيت حول واحد الحي يسمى حي بوتيني، اللي البلدية دارت تجهيزات ديال توزيع الماء الصالح للشرب، وتنشكروا المكتب الوطني اللي عفى الجماعة من دوك لي بينزيسوان، ولكن تيبقى دوك لي تاكس ريفرين راه تيتشكل عائق وعاجز، لأن المواطن الواحد خصو يأدي ما يناهز 9000 درهم 10000 درهم باش يدخل الماء للمحل ديالو، الماء راه كاين قدام الدار، وأعتقد بأن كاين القادش قدام الدار خصو باش يخلص سيخلص لتاكس ريفرين، وهي جد مكلفة للمواطنين. كذلك السيدة الوزيرة والسيد المدير العام، في السنة الماضية واللي كان سبب ديال هذا الطلب هذا ديال هذه اللجنة، عاشت مدينة تفراوت يعني واحد الحالة طوارئ لم تشهدها من قبل، انقطاع الماء نهائيا عن الساكنة، اللي أصبحت العملية ديال التزويد لا تتعدى ساعة في اليوم، وهاد الساعة هادي يلا تيشدو الناس اللي قرب من الصهريج الماء، أما الساكنة اللي كاينة في القاع ديال المدينة فلا يصلها شيء. والمدينة خلال الصيف تعرف أنشطة متعددة، وتيكون الناس ديال الجالية والناس ديال الساكنة ديال المنطقة تفيد على هذا المجال هذا بكثرة. مسألة أخرى سيد الوزيرة مرتبطة كذلك بهذا الموضوع هذا ديال مطالبة الجماعات باسترجاع تكلفة الاستثمارات المنجزة في جر الماء الصالح للشرب إلى تلك الجماعة، وهذا المشكل هذا كذلك مطروح. على سبيل المثال في منطقة ديال تارودانت، المياه التي تم جرها لصالح الشرب من سد أولوز أصبحت الجماعات بما فيها البلدية ولا الأحياء المحدثة خارج البلدية أصبحت مطالبة بالمساهمة بمبالغ خيالية تتجاوز بكثير هاد القدرة ديال المواطنين والقدرة ديال الجماعات، بل أكثر من ذلك تحد من الفرص ديال التنمية في هذه المنطقة. ولهذا الدولة إذا كانت ضامنة يجب أن تتولى مثل ما تولت الحكومات السابقة هذا مثل هذه المبالغ التي تساهم في التجهيزات الكبرى، أما المواطنين فإلا غادي يساهموا أو الجماعات إلا غادي تساهم فلتساهم في بعض الأمور اللي تتكون إلى حد ما يعني في المتناول ديالها. التساؤل كذلك حول العقد البرنامجي الذي أبرمته الحكومة مع المكتب الوطني، فتساءل ما هي الإضافة التي أتى بها هذا البرنامج فيما يخص التسريع بالبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، شنو هي المساهمة ديال هذا البرنامج واش حاضر في التركيبة ديالو. مسألة إضافية كذلك تتعلق بتسعيرة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، الساكنة في العالم القروي تتحمل يعني مجموعة ديال الأعباء، فهنا تنسألوا واش تتفكر الوزارة والحكومة في تخصيص واحد تمييز إيجابي لفائدة هذه الساكنة، اعتبارا أن الساكنة لا تستعمل هذه المياه بالدرجة الأولى للاستعمال المنزلي، ولكن كذلك تستعملها لأغراض فلاحية، فعدد كبير من المواطنين نفس الماء اللي تيشربوه هو اللي تيعطيوه للمشية ديالهم، هو اللي تيعطيوه هذا، لأن ليست لديهم مصادر أخرى. مسألة قبل الأخيرة وتتعلق السيدة الوزيرة بواحد الموضوع مهم ومهم جدا، وهو ضعف قدرة التخزين لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. غنعطي مثال، إقليم تيزنيت بأكمله قدرة التخزين ديال الماء الصالح للشرب لا تتعدى 11000 متر مكعب، وهي قدرة تخزينية لا تفي لتزويد الساكنة ليوم لأكثر من يوم. فملي تيطرى مشكل في العملية ديال دعم هذا يعني
جر الماء نحو هذه الصهاريج ديال التخزين، فبعد يوم ينقطع الماء عن الاقليم. والهدف يجب انه تكون واحد السياسه للرفع من القدره التخزينيه ديال المكتب الوطني للماء والصحه للشرب، ويكون هناك مخزون استراتيجي على مستوى كل اقليم. ونتمنى كذلك ان تكون المكتب الوطني للماء والصحه للشرب خطط طوارئ لتزويد العالم القروي في حاله حدوث فيضانات او حدوث ما قد يحد من العمليه ديال تزويد هذه المناطق هذه بالماء الصالح للشرب. وكذلك تكون لديه خطه للاستجابه للضغط اللي تيحصل في العالم القروي بسبب نزوح ساكنه الحواضر نحو العالم القروي، خاصه في الجماعات القرويه اللي فيها شواطئ اصطياف، او الجماعات القرويه اللي فيها مواسم، او اللي فيها كذا. شنو هما الاحتياطات اللي تتخذ في هذا الاتجاه هذا؟ واعتقد بان هذا الامور هذه ندلي بها فقط لنقول ان ما انجز مكسب ومكسب حقيقي، يجب علينا ان نفتخر به جميعا ونشكر كل القائمين على تحقيقه. ولكن في نفس الوقت لا بد ان نذكر بانه المجهود يجب ان يتضاعف لصيانه ما تحقق من مكتسبات وتامين حقيقي لتزويد الساكنه بهذه الماده الحيويه. وشكرا.